الإخوان بدون مقدمات، السلام عليكم بعد إيه. لا من الناس هاي الله يسهل عليك. هو قلت شي حاجه وانت بعد انا درت تدير هذيك يعني السلام عليكم تدي لهم اكس شوف من نفسك عرف بالله راجل نغزني انا حمار. بغينا نبداو الدخله بلا تناقي الله يسهل عليك. اخوان بدون مقدمات السلام عليكم بعد هي الاولى. المهم الناس اللي خرجت لهم القرعه ديال الميريكان مبروك عليهم، وبالنسبه للناس اللي ما خرجتش لهم اوتخوف وان شاء الله، والناس اللي خرجت لهم برا ولا مشيو لتما كاين عشي تي شورت اوريجينال ولا شي 50 دولار في الباي بال ولا شي دبره لا راسه بقى صيفط لك هما عزاز عليهم حنا عاوتاني انت عاد تشوف اخي الكونت باي بال عيط بك بك اخي. خلي ولاد الفيديو هذا لايك، شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم في الفيديو اللي فات. وان اكس باد هو افضل موقع اللي تقدر تشجع فيه الفريق المفضل ديالك وتربح عليه هادشي الفلوس. كيفاش تدخل تسجل؟ من بعد غادي دير النمره ديالك وغادي دير الكود اللي غادي يوصلك في النمره ديالك، وهنا غادي دير الكود برومو اللي هو هذا، وما تنساش بلي راه خاص يكون عندك فوق 18 عام باش تدخل لهاد السيت. ليان الكود برومو غادي تلقاه في الديسكريبسيون وفي اول كومونتير. ناري حامي ترجل حافظ زمر ديال الارض خفيف ولا غادي خفيف غادي خفيف. لا هو خفيف، كاين الخفيف وكاين الثقيل. كاين العكاوي اللي كدير خفيف اخي. والله درتيه معايا لقيتي. اي 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 راجل هذاك الشيء، هذاك الشيء ما تيديروش الناس برا، تيديروه بدارهم. بس ها كيديروه في بيتهم، تيديروه مراجلة. اي 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 انا راكي كبيرة ماخصكش. شي على هذه خا يسيبو، حامي تمرمق اخي. لا حامي كلا راسها. واش يدير البيروك وعاد دير العكر ويقول لها مراه كبيرة. لا راه تقاد تغمض عليها كل شيء الا المرا تقول لها راكي كبيرة. العيال هذي ما عرفتش علاش فيهم هذي. راه خالتي ولا شي. والله يا خويا تضربك. الفيديوهات اللي كيزعموك على الزواج. لا ولكن الزواج بحال هكا خا يسيبو هاد البوزيسيون تزوجو بروجو ولا ربعه عندي انا والله ما كاين على البيجامات اخا يسيمو انا تنقول لك شوف عنقلب رزقي انايا ما كاينش هذيك تقول تبيضه كل شيء ما كاينش. دارت لي برانك قالت لي عند فار تيبكي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي ما تقولش الا ما تحمقليش ما تقصينيش يا 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 صاحبي ما قالت لك البنت نتفارقوا بقات هرنت تهرن عليها بحال هكا ايه شو عندي انا وسيمو وانا شحال مره قالت لي اختك ديما ناشط. اهم حاجه هو الحجاب والباقي ما كيهمش. بصح شو الوقار فهمتي شو داير الحجاب عاد هذاك الشيء براسي هادو منين هربوا وحياني علي ريح اصاحبي ريح عاود لا شو شوف لا سبعه خالطه الفيديو عن ضربك دير خليها وما سخكش عاود عن ضربك عاود باسلين هاد الفراش تكسلها ضغي يا صاحبي خفت السرعة في الأداء تنقول لك يا حمله أداير السانك الجي يا أخي هاي 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 وكلي هذا الوالد لا أنا كبر منك والله عندي لك المساج وقعد تحس بالراحة شكون الكبير ترى تريني مرتاح دابا أنت شحال هذه متريد غيكون العظمة ديال مشربكي غاكون هاني شوف والله تعال ترتاح شوف عطيني نهزك ما تطيقش فيا وأنت ما تطيقش فيا نهزك شوف أصاحبي وجهي بارئ خلاص كيدق عليا في لاشومبر ويلا ما حليتش كيعيط ليا في الفيكس دق عليك راه محتاج شي حاجه ولا خصو بغى يتفرج في ماتش ديال الوداد بصح نيت كان باغي قال لي في هذا في الرياضيه كان ماتش ديال الوداد درت بار ديال ماتش قال لك بصح بغيت نتفرج خليت وكانت الوداد لعبه قال لي بغيت نلعب كان ديربي نعم وصلنا بغي يتفرج في ديربي وقف واحد شويه دار بحال هكا تفرج في الوداد هو يدور ليا انايا بغى يلعب ماتش اخر تا هو مراد مقرب واجي دابا بروجو للوداد كتلعب الديربي مع الراشه تا هو بغى يلعب الديربي يضيع الديربي اللي حداه من لي تي سيري تقلع لا بغيتي قولي لوالدها قوليها له حيت عيقش عليا بزاف اقسم بالله ديك مرة مصاردة لي خالتي تمسح بالجن حين ما هضرناش مصاردة لي بغداوه دابا مصاردة لي باركو غارق تقول لي قول سبحان الله واش خدامه مع شي ماسونيه خالتي ولا كيفاش وبقى نقول صار لي شي
الطايره تقول لي قول سبحان الله. وانت هي مصيفط عليا دابا طايح قول سبحان الله. هذيك تقول سبحان الله مو يدخلوا عندك العائله الواتساب خصوصا شي عمك التفكير ديالو قديم ولا شي كيبقى يصيفط لك شي نويطات قدام والعيال نص كلب ونص حمار تيقول لك قول سبحان الله. نو 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 في كسكس لا لا صافي انا ما تقولش لي شنو دابا اصلا ليش دي كلاس كونين دي كلاس كونين ما فهم يمشي فهم بكاس عاي يقول عشيك البيبي المهم تطوط عليه بلا مع العشرين تطوط عليه انا وعشيري في 2060 ضربوا واش شنو شنو دار ضربوا صاحبي بحجره سوكه سوكه ايوا ضروري باينه وياه فهمتي باينه وياه مدوزه شي ريستوار قديمه انا والسيمو مره مرات انا تنضربوا المهم تنتشايروا صاحبي قول لهم مره مره تتقيس لنا فاش كتفتح محل بفلوس القمر ولي 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 وشو السقوعية ملقوا فيني الضارف وعوسط في المحل واحد حرام ميت وقال بغا يكشكش باش عارف فتحوا انا وسيمو محل فلوس وان اكس باب يا شيخة تراكس برا ولي 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 افطالي انا معلم ارا خي سيمو راي سالي بعد ندير كيف تصبح شيخة في خمسة دقائق ايام اخي انا علاش تدير عف خمسة دقائق عف خمسة دقائق دغيا خاصك تمشي انا خصني دغيا مزروب انا انتي وصاحبتك فاش غتحلوا قناة ديال الطبخ لعبة صليك هادي مانيش ولي 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 حداك لا لا شو مزيانة مزيانة ماشي مزيانة باش تبين لك ان لي باتا تزلق فهمتي تزلق وهي ديما لي باتا تزلق لا راه ملي كتلصق والو عقلتي واحد لي بات كنا درنا العام اللي فات وحنا تنعرفو حنا نطيبو من نيتك الناس اللي ما خرجاتش لهم قرعه ديال الميريكان حاليا ما كاينش نحسن منه في العالم اقل عصراغ عندي احسن من الميريكان انايا بس اللي في غادي ناكل في الغنم ما غنبغي بس بس المغرب صاحبي المغرب انا والله خاصني القرعه ديال الميريكان والله خاصني اللي ما وصلش للعلم تيقول حامض حيت دابا ما مشافش الميريكان ولا تيقول لك اقل عاد صلاغنا زينه كون دابا جات وقام يقول بحال هذا البلاصه جاتك خايسي فين طرف الخبز صعيب ويا صاحبي واش هاد اللايفات اصاحبي في تيك توك لايفات تيك توك تيبقاو يكشكشو لا حول ولا قوة الا دابا انا تنشوف تندخل تيك توك تنتفرج شي وحدين تيديروا لايفات في تيك توك يعني تيغني تيديروا شي تحديات بحال هكا اللي عندهم المواهب وهذا تيشخلط في راسو يشرب الماء القاطع هادي باش يكبسوا ليه ولا التمانة ويلي الا صار يكل دبرت على راسها اخي يلا وبالسيف اصاحبي ما يخرجوا على برا وما وش عاد تلبس هاد اللباس لا والو جرب شي نهار ضرب شي دو بياس اخي وحنا ما عندناش الفصاله ديال دو بياس